بعد إصابتهم بمشكلات صحية بسبب لقاحات كورونا، أكثر من 14 ألف شخص في بريطانيا يطالبون الحكومة بتعويضات مالية كبيرة، أغلبها يتعلق بلقاح أسترازينيكا التي رصدت عدداً من حالات التجلط وقتها بعد تلقي البعض لهذا اللقاح بالتحديد. صحيفة التلغراف البريطانية قالت إن هناك بالفعل تعويضات دفعت لأشخاص عانوا من مشكلات سببها كان الآثار السلبية للقاحات كورونا بحسب زعمهم. وهذه المشكلات بحسب الصحيفة البريطانية شملت السكتة الدماغية والنوبات القلبية والجلطات الدموية الخطيرة والتهاب النخاع الشوكي وشلل الوجه. الحكومة البريطانية قدمت مدفوعات ل 175 حالة فقط، أي أقل من 2% من الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للتعويض. وبشكل عام فإن الأشخاص المثبت معاناتهم من مشكلة كبيرة قد يتلقون 120 ألف جنيه استرليني. ورغم اعتراف شركة أسترازينيكا بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يتسبب في إصابة الأشخاص بجلطات دموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية، وذلك في حالات نادرة جداً بحسب وصف الشركة، إلا أنه تم رفض طلبات التعويض لآلاف الأشخاص من قبل الأطباء المسؤولين عن التقييم الطبي الذين قالوا إنه لا يوجد دليل ملموس على أن اللقاح تسبب في ضرر.